رغم أن العرضين اللي سمعناهم من السيد نائب الرئيس والسيد الوالي فيهم في الحقيقة جميع المواضيع التي نريد أن نتطرق إليها، فلا بد رغم ذلك لا بد أن ندلي بدلونا في هذا الأمر. السيد والي جهة الشرق محترم، السيد رئيس جهة الشرق بالنيابة المحترم، السادة النواب ديال الجهة المحترمون، السادة البرلمانيات، السيدات البرلمانيات والسادة البرلمانيون بغرفتي البرلمان، السادة المنتخبون كرؤساء جماعات والمنتخبون كرؤساء مجالس إقليمية والمنتخب المحلي بصفة عامة، السادة السيدات نساء ورجال الأعمال، السادة الأطر، السادة أطر الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، اسمحوا لي في البداية أن أعبر لكم عن سعادتي بتواجدي معكم اليوم في إطار لقاءات العمل المزمع عقدها مع جهات المملكة، والتي أبينا إلا أن تكون جهة الشرق من بين أولى محطاتنا لما يحظى بها هذا المجال الترابي من رعاية مولوية سامية لعاهل البلاد محمد السادس نصره الله وإيده، والتي تهدف إلى مواكبة الجهوية المتقدمة والملاءمة مع التقطيع الجهوي الجديد، خصوصا بعد المصادقة على القانون التنظيمي 14111 المتعلق بالجهات. حضرات سيداتي والسادة، كما تعلمون منذ تاريخ 18 مارس 2003 عرفت جهة الشرق دينامية قوية بفضل المبادرات الملكية السامية التي تجسدت من خلال الزيارات المتعددة التي قام بها صاحب الجلالة لهذه الجهة بإعطاء الانطلاقة وتدشين مشاريع مهيكلة كبرى ساهمت في تعزيز البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري لمدن وحواضر جهة الشرق، وهذا ما تؤشر عليه نسبة التمدن بالجهة التي بلغت 65.4 سنة 2004 مقابل 59 سنة 2004، أي 2014 65.4، 2004 كانت فقط 59، انتقلنا من 59 إلى 65.4 في ظرف 10 سنين. ولهذا الانتقال قراءة خاصة لنا لأنها مهمة جدا تقتضي أن نهيئ لها المجال ليحتضنها. حضرت السيدات والسادة، إن حجم الاستثمارات العمومية وكذا الخاصة التي تم ضخها بجهة الشرق ساهمت بشكل كبير في تحقيق الطفرة التنموية التي تعرف هذه الأخيرة، والتي تبلورت من خلال إنجاز العديد من المشاريع والأوراش التي ساهمت مختلف القطاعات، كما أن مسلسل التنمية بالجهة سيتعزز بمجموعة من المشاريع الأخرى ذات الطابع البيوستراتيجي من قبيل ميناء الناظور غرب المتوسط المخصص أساسا لاستقبال البواخر المحملة بالمواد الطاقية، الشيء الذي يمكن من تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتقوية القدرة الاستقطابية والتنافسية لمدن ومراكز الجهة في أفق تحقيق النجاعة الترابية. حضرات السيدات والسادة، إن المنجزات التي تحققت رغم أهميتها لا يجب أن تحجب عنا الرهانات الكبرى والإكراهات التي تعوق التنمية المستدامة بجهة الشرق، ونذكر منها على الخصوص ضعف استقطاب وتنافسية الجهة وتفاوتات المجالية التي تعرفها وتركيز الاستثمار في التجمعات الحضرية الكبرى واستمرار وجود اقتصاد غير المهيكل وارتفاع نسبة البطالة
التي تفوق المعدل المسجل على المستوى الوطني بكثير. ولرفع هذه التحديات يتعين علينا جميعا تكثيف الجهود واعتماد مقاربة تشاركية من أجل بلورة سياسة جهوية لإعداد التراب الجهوي تستحضر المنجزات وتحدد الاختيارات والتوجهات الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق الأهداف التالية. أولا، بلورة سياسة مجالية إرادية مبنية على مبادئ الحكامة الجيدة والتشاور مع الفرقاء وقائمة على الالتقائية والتدخلات القطاعية. الحفاظ على الموارد الطبيعية وبلورة سياسات تنموية خاصة بالمجالات الهشة كالجبال والسواحل والبحار والواحات. تنمية المناطق الحدودية وذلك بوضع استراتيجية تنموية تنبني على خلق أنشطة جديدة وبديلة وموازية للقطاع غير المهيكل. الرفع من فعالية الاقتصاد الجهوي من خلال تحسين ظروف الاستثمار والبحث عن وسائل جديدة للتنمية وعن بدائل اقتصادية واجتماعية واقتصادية بالمجالات الحدودية تجعل من المغاربة يعرفون أن وجدة تصبح في وقت من الأوقات سوق كبير يوم إليه جميع المغاربة. إن أردناها أن تكون منطقة تجارية فلا بد من أن نتحول من الاقتصاد في البيني فيما بيننا داخل وجدة إلى اقتصاد وتجارة تربط بحق هذا القطب بباقي المغرب حتى يأتي المغاربة إلى وجدة ليتسوقون ويذهب الوجديون إلى كل مناطق المغرب لاقتناء المواد الأولية من أجل تصنيع أشياء المغاربة بحاجة إليها ويصبح هذا قطب تجاري كبير. ربط السياسة الحضرية بالإطار الشمولي لإعداد التراب الوطني واستحضار نسبة التمدن الذي تعرفه المدن المتواجدة بمحور الشمال من ناحية وكذا ضعف الكثافة السكانية بمدن الجنوب وهجرة ساكنتها من جهة ثانية، تخفيف التباين بين المدن والقرى خصوصا في ميدان البنية التحتية والتجهيزات الأساسية عبر سياسة ناجعة للتنمية المجالية. حضرات السيدات والسادة، إن تحديد أولويات ورهانات المستقبل بالنسبة لجهة الشرق رهين بإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب الوطني. واسمحوا لي بهذا الصدد أن أتقدم بالشكر الجزيل لجهة الشرق التي انخرطت رفقة ولاية الجهة ووكالات تنمية عمالات وأقاليم جهة الشرق إلى جانب وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني في ورش إنجاز التصميم الجهوي الذي تم الإعلان عن طلب العروض الخاص به والذي نأمل في إتمام إنجازه خلال سنة 2016 بتشاور كامل مع كل المتدخلين، وهذه هي الضمانة لنجاحنا في وصول أهدافنا. وستساهم الوزارة بمبلغ 1.5 مليون درهم في هذه الدراسة. وبهذا الصدد أود التذكير على أن إنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب الوطني للجهة يأتي استكمالا لبرنامج تعميم هذه التصاميم على جميع جهات التراب الوطني وملائمتها مع التقطيع الجهوي الجديد، وكذا استجابة لتوصية المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني في دورته الأولى. إن شروط إنجاز هذا التصميم استكملت اليوم معالمها مع القانون التنظيمي 14111 المتعلق بالجهات، والذي جاء في الباب الثاني المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجهة،
وفي فصله الثاني المتعلق بإعداد التراب لمادة 88 على أنه يضع مجلس الجهة تحت إشراف رئيس مجلسها التصميم الجهوي لإعداد التراب وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في إطار توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني والمعتمدة على المستوى الوطني وبالتشاور مع الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية وممثل القطاع الخاص المعنيين بتراب الجهة. ونسجل اليوم بسعادة رغبة الشركاء في بلورة هذا التصميم كأولوية لتنمية جهة الشرق، ونحن مستعدون لتقديم الدعم ومواكبة هذا الورش الجهوي لما فيه خير هذا المجال الترابي. حضرات السيدات والسادة، إن تدخلات وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني على صعيد جهة الشرق لن تقتصر على إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب، بل تمتد لمواكبة الأوراش الكبرى التي يتم إنجازها على صعيد الجهة وإعداد الدراسات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي لهذا الفضاء، فضلا عن إحداث مدرسة للهندسة المعمارية بوجدة، والتي زرنا المكان المقرر من طرف الوزارة الإقامة بها، وهي المدرسة المعروفة اللي كانت ديال التقنيين، الآن تستعمل على وجه مؤقت من طرف المصالح الاجتماعية لوزارة السكنة وإعداد التراب الوطني، ولكن المكان المقرر هو ذلك المكان اللي جاء في واحد شارع مهم جدا ومكان صالح، وقد تعطي البناية هناك بالجمالية التي سنعتمد أحسن ما يمكن أن نجدهم لدى المهندسين المعماريين، ستكون معلمة لأبناء هذه المنطقة يدرسون فيها الهندسة المعمارية دون ما اللجوء إلى مدينة الرباط، ومن حقهم أن يدرسوا عند أهلهم وبين ذويهم، والاعتمادات ديالها مخصصة. أما في ميدان التعمير فإن الهدف الذي ننشده أو تنشده الوزارة هو تعميم تغطية تراب الجهة بوثائق التعمير لمواكبة وتيرة التمدن الذي تعرفه الجهة، ونذكر هذا بالخصوص أن نسبة التغطية تفوق حاليا 90% بفضل إعداد 3 مخططات للتهيئة العمرانية و135 وثيقة تعميرية بتمويل من طرف الوزارة وإعداد وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني كلها. وفي هذا الصدد أدعو الفرقاء والمتدخلين في ميدان التعمير جميعا بمناسبة إعداد وثائق التعمير المستقبلية إلى التفكير في نمط البناء العمودي حفاظا على الأراضي الفلاحية والحد من التوسع العمراني للمدن، وأقول أدعوكم للتفكير، ماشي غدا غنبداو، خصنا نختاروا الصيغة اللي تحافظ لنا على الأراضي ديالنا الفلاحية الخصوص والمسقية والمساحات الخضراء، ولكن في نفس الوقت تسمح لنا بنمط من السكن اللائق الذي تستعمل فيه التقنيات الحديثة، وكذلك ونحن الآن نعيش عصر يجري كل دول العالم وراء التخفيف من الغازات السامة، وكذلك من أجل تقليص من 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 الطاقة أننا نستعمل الآليات الجديدة، وكذلك ما هو ضروري وطبيعي للعصر، لكل عصر بناؤه ولكل مكان نوعية البناء أيضا، وبالتالي علينا أن نجتهد وأن نتحرك في اتجاه ما يتجه فيه العالم بأسره. أما فيما يخص التنمية القروية فتجدر الإشارة إلى أن الجهة استفادت من عدة مشاريع موزعة على جل الأقاليم جهة الشرق
بتكلفة إجمالية تقدر ب 380 مليون درهم، وبدعم مباشر من صندوق التنمية القروية بقدر يفوق 140 مليون درهم. وغادي يجي في العرض التفاصيل ديال هذا الشيء. كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أعبر عن انشغالنا الكبير بالمجال القروي والبناء فيه، حيث تعمل الوزارة حاليا على بلورة طريقة جديدة للمساعدة الهندسية والتقنية لفائدة ساكنة العالم القروي وتمكينها من الحصول على تصاميم المسح الطبوغرافي والتصاميم الهندسية المجانية، وذلك في إطار شراكة بين المهندسين والطبوغرافيين والمهندسين المعماريين وكذلك الوزارة. كما تعمل الوزارة على تحسين الجودة للهندسة المعمارية بمعية المتدخلين في ميداني البناء والهندسة المعمارية، وذلك من أجل إضفاء خاصية هندسية على التجمعات العمرانية بهدف تحسين البناء وجمالية المشهد العمراني، حيث تم في هذا الإطار تنظيم المهرجان الوطني للهندسة المعمارية الذي دام 6 أيام من الدراسة. وستعمل الوزارة على أن يكون ملتقى سنوي للتفكير في تراثنا وفي نوعية بنائنا وجمالية هندستنا. حضرات السيدات والسادة، بغيت نشرح لكم هذه مزيان. العالم القروي بحال اللي كنتو كتعرفوا، البني خصو قطار، ما كانش قطار ما كاينش، هادشي غنحيدو، هاد القطار ما غيبقاش. إلا كانت عندك مساحة صغيرة، إلا كانت عندك مساحة صغيرة في الدوار ما عندكش حق تبني 20 30 متر 40 متر ما تبنيش، هادشي غادي نحيدو. إلا عندك 10 متر الله يعاونك بنيها، نحيدو هادشي، غادي نحدو الدواور، غادي نحدو الدواور، غادي يتحدو. اتفاق مع الوالي أو العامل على حساب المنطقة، وكذلك الفلاحة، والدخل ديال الدوار غادي نبنيو براحتنا. الحاجة الثانية، عندنا مجموعة ديال التجمعات السكنية ومدن اللي هي كتشابه بحال بحال، كل شيء بحال بحال. مشيتي لهذا التجمع ولا لذاك التجمع، كل شيء بحال بحال، ما عندك حتى شي حاجة ما كتفرق بيناتهم. الآن مع هيئة المهندسين المعماريين ومع رؤساء الجماعات المحلية وكذلك بمساعدة ولاة العمال، لا بد أننا نتلاقاو جماعة جماعة، وكل واحدة غتختار شي حاجة اللي تميزها عن جارتها باش ما ندوخوش. هادي بحال هادي بحال هادي بحال هادي، بارك علينا. إذن هادشي اشتغلنا فيه، وعندنا مجموعة الاقتراحات وغادي نعطيوها لكم، وكنطلبوا من السيد الوالي والسادة العمال ديال هنا وكذلك رؤساء الجماعات أن ينخرطوا معنا في هذا التوجه، لكي يكون لنا غدا تجمعات سكنية كل واحدة عندها واحد الطابع ديالها، إما في اللون إما في نزيدوا لها شي حاجة، كاين بزاف الاقتراحات نميزوها عن جارها فقط. إننا نعتبر اليوم أمام أن إننا نعبر اليوم أمامكم عن انخراطنا التام في إنجاح البرامج الخاصة بجهة الشرق، كما نعبر عن تعبئة مصالحنا المركزية والجهوية لمواكبة الجهة في مجالات تدخلها، وهي إعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية والتنمية المجالية التي تعتبر من الأولويات الملحة، والتي خصص لها جلالة الملك حفظه الله حيزا كبيرا في خطاب العرش بتاريخ 3 يوليوز 2015. كما نجدد دعمنا التام لمؤسسة الجهة لتمكينها من الاضطلاع بالمهام المنطوط بها بالشكل الذي يكفل تحقيق التوجهات الحكومية الكبرى وتنفيذ البرامج والأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابية أحسن. وفي الأخير أغتنم هذه الفرصة لأقدم أحرى تشكراتي إلى السيد والي الجهة. راه خدمنا الصباح، هذا علاش نشكره،
يلا غير وصلنا هنا قال لك بسم الله من الصباح حنا كندورو. دونك السيد واجد عنده هادشي في قلبه وفي الدم ديالو، مشينا تسارينا شفنا المشاكل ديال الاقليم ديال وجده، بعد على الاقل ما خرجناش في جهات اخرين، شفنا النوعيه ديال التعمير اللي عندكم، شفنا المشاريع المستقبليه. حط لي واحد البلاد المشاكل، راه واحد المدير غيبقى معاه، اي هنا غيبقى يخدم، شدوا صافي غيقبطونا ديال اعداد التراب الوطني. وفقنا الله جميعا لما نسعى اليه وراء قياده النيره لصاحب الجلاله الملك محمد السادس صلى الله وايده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.